الولائية للبيئة والمحافظة على الرقابات معتمدة في اليوم 13 أكتوبر 2022 مؤخرا من طرف ولاية عين خوجل. أنا رانا هذا جمعية ولائية فتية، أنا جينا نديرو حاجة مزية، سيتادير لا سونسيبيليزاسيون. لو بيتي تاعنا هو التوعية بالحفاظ على باش نغرسو التربية البيئية، لأن علاش؟ حنا كاين دو فولي اللي نحوسو عليهم. الولاد تاعنا باش ما يروحوش للعنف وما يروحوش للمخدرات، كاين بعض المديريات اللي لازم تلعب الدور تاعها، هي مديريه التربيه اللي يكون عندها النوادي، وحنا رانا نخدموا معها، يعني في النوادي البيئيه والنوادي بمختلف الاشكال تاعها، يعني تاع المسرح تاع كل، باش التلميذ هذاك يفرغ الطاقه تاعو في الكتب. كاين مديريه الشباب والرياضه لان عندها المؤسسات الشبانيه ولازم يفعلوا النوادي، كذلك الجامعة، مديرية التكوين المهني، وحتى مديرية الشؤون الدينية، لأن حتى المسجد ولازم يلعب الدور، يكون نوادي باش هكذا الولاد تاعنا الشباب تاعنا ما يروحش للمخدرات ولا يروح، نغرسوا فيهم هذه الثقافة. احنا هذا هو الجانب تاعنا، الثقافة البيئية، حتى الشباب تاعنا باش يلقى فرص العمل. الفرص العمل موجودة حنا كيما نقولوا في الطابع البيئي، كاين المهن الخضراء، هذه المهن الخضراء راهي مولة من طرف آلية التشغيل، لاكلاك، لونساج، يليق نبلغوا الرسالة للشباب تاعنا باش يروح يدير لي بروجي باه، هذه بروجي باه راهي موجودة، الرسالة كاين حوايج بزاف اللي ممكن الشاب تاعنا يستافد منها. حنا لو بيت تاعنا باش نبرزوا الثقافة البيئية لدى الطفل وحتى للشباب.